بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في مساق التعلم المقلوب. ثالثا، أدوات البرامج التفاعلية، حيث يقوم المعلم باستخدامها لعمل أنشطة تفاعلية في التعلم المقلوب. ومن هذه البرامج برنامج إيدي بطل، برنامج رائع يمكن المعلمين التعديل على أي محتوى على الفيديو وتجزئة المحتوى ووضع أسئلة تفاعلية على الفيديوهات. برنامج بارتون، حيث يمكن استخدام هذه الأداة في إنشاء عروض باستخدام الرسوم الكرتونية والاستعانة بها لشرح الدروس. برنامج كلاس ماركر، وهي أداة لعمل الاختبارات التفاعلية ويتميز بسهولتها.